It's okay, we'll take another way. We can't find no more words, but it's fine. We run till we shine. We get where we need. You run till you shine, and I'll give when you need. عمر غازي قافل ومغطي، عندهم 2 مساكين فيها الوحوش الزهور.
مره ثانيه الكوره مره ثانيه بتلعب مروان. مروان عدى وفات يا ولد على البينيه مازن عمرو لكن قاطع يا ولد قدر يوم ثاني ويحط الباص مره ثانيه كوره والراسيه في المرمى في المرمى سجل برد عليك العين اضرب وسجل وعلى الجنبين سجل يا عم سجل يا باشا انت خلاصه انت راس الفن ده وراسه انت تضرب ودماغك زي القناصه وكوره الهدف الاولاني لصالح فريق الظهور وزي ما بيقولوا التلتتت 1-0 للظهور زي ما قلت لحضراتكم كوره الفريدو يوسف وليد هنشوف يوسف يلعبها ازاي ويقلب الملعب هنا يوسف في العمق عند محمد عيد ويوسف يسري مره ثانيه كوره هتشوف هيضرب يوسف يا ولد سجل الهدف الثاني واعزف وغني احلى الاماني غني كمان وكمان انت ورده في قلب بستان انت نجم في ملعب الاوهام بل الاحلام كرة الهدف الثاني 2-0 الهدف الثاني من فرقة الظهور هدفين في اوقات ماجد يحط البينية عند اللاعب يسري والعرضية جميلة لكن على طول هيلحق ولا مازن يا ولد سجل الهدف الثالث مازن عريس اليوم وقول للكل يصحى من النوم سجل واضرب الكرة واضرب الثالث لصالح فرقة الظهور بعد مناوشات وهجمات وضربات وهات الظهور ينام ويضرب ويطير بالاحلام يسري يا ولد سبق ممتاز في الكره اللي فاتت
وحط الباص وخلص، حط جسمه جميله جميله من يسر المازن، مازن تاني ليه على العكام، عدت الكره مره تانيه تسديده جميله جميله جميله، افتح الرابع وسجل كره الرابع للظهور، فتح الرابع وسجلوا الهدف الجميل في الزاويه اليسرى لحارس المرمى وفي المقص يوسف، لعيب يستحق بصراحه ان هو يسجل الهدف. اعزائي حكم المباراه انها احداث اللقاء، مبروك فريق الزهور 4-0 هارد لك فريق مايو، كان معكم معلقكم الرياضي عبد الرحمن فتح، القاكم ولكن في اللقاء القادم.